نمستي، مساء الخير، مساء النور عليكم وين ما كنتم. حبيت شارك معكم قصة كتير شخصيا ألهمتني ووسعت إدراكي لقدرات الإنسان الحقيقية أو قدرات الروح الحقيقية، وين ما كانت على أي كوكب أو أي مجرة بالكون. الروح وحدة، الروح نفخة من الخالق، فلحنا عنا نفس صفات الخالق بس على شكل مصغر. فحبيت شارك القصة هي من كتاب أن تصبح خارقا. قصة كتير جميلة ورائعة وملهمة وبتفتح الآفاق وبتوسع قدرات الإنسان. القصة هي عن باختصار تلخيص القصة، وبعدها هنفوت بالقصة بالتفصيل الممل. تمام، القصة هي انه في امرأة تعرضت لصدمة كتير قوية بالنسبة له وما تخطتها بسهولة ابدا. وهي الصدمة عملت تراكمات بالبداية، بعدين التراكمات بلشت تجر وراها امراض وامراض 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 امراض لا حصر لها. من مرض واحد هو الصدمة، وهي الصدمة كان سببها هو جوزها يلي انتحر لأسباب مجهولة، ما ترك رسالة وراه ولا حدا بيعرف ليش انتحر. انتحر فجأة، وبعدين ذرية مرته وولاده جتهم الصدمة. هاي الصدمة الشخصية الرئيسية اسمها آنا. هاي الصدمة آنا ما عرفت تتخطاها ولا بشكل من الأشكال البداية، بعدين نحكي بالتفصيل متدرج كيف تخطط وكيف مو بس تخطط الصدمة وطورت نفسها لحتى صارت شخص خارق حرفيا، صارت كائن خارق يعني حرفيا كائن خارق. ماشي، نبدأ بالقصة. فتح الباب للخوارق. مع انتهاء الربيع واقتراب التباشير الأولى للصيف، تحول ما بدأ أنه بعد ظهر أحد اعتيادي في يونيو من عام 2007 مع آنا ويلمز إلى أي شيء إلا أن يكون اعتياديا. كانت الأبواب الفرنسية لغرفة المعيشة المطلقة على الحديقة مفتوحة على اتساعها، وكانت الستائر البيضاء الرفيعة ترفرف متسللة إلى الداخل. شع نور الشمس بسطوع على آنا وهي تستلقي باسترخاء، وغنت جوقا مع الطيور في الخارج. كان بإمكان آنا أن تسمع لحنا بعيدا لضحكات أطفال وحركاتهم اللاعبة قادمة من بركة سباحة الجيران. كان ابن آنا ذو 12 عاما مضطجعا على الأريكة يقرأ كتابا، فيما أمكنها أن تسمع ابنتها التي تبلغ 11 عاما في الغرفة فوقها مباشرة تغني لنفسها وهي تلعب. عملت آنا المعالجة النفسية مديرة وعضوة مجلس في مؤسسة نفسانية كبيرة في أمستردام تبلغ أرباحها أكثر من 10 ملايين يورو في السنة، وكان يمكن اقتناصها وهي تقرأ في أدبيات اختصاصها في نهاية الأسابيع. جلست في ذلك اليوم على كرسيها الجلد الأحمر تقرأ مقالا في دورية. لم تكن تعرف
أن ما بدا عالما مثاليا لأي أحد ينظر إليها في غرفة معيشتها ذلك اليوم سيتحول في ظرف دقائق إلى كابوس. شعرت آنا أنها مشتتة قليلا، ولاحظت أن انتباهها لم يكن مركزا في المادة التي تحاول دراستها. وضعت الأوراق جانبا وتساءلت أين ذهب زوجها. كان قد غادر البيت باكرا ذلك الصباح حين كانت تستحم من غير أن يخبرها عن وجهته. اختفى ببساطة. أخبرها الأطفال أن أباهم ودعهم معانقا كل واحد منهم عناقا حارا قبل أن يغادر. حاولت أن تتواصل معه على هاتفه النقال عدة مرات لكنه لم يرد عليها، وحاولت مرة أخرى لكن بلا جدوى. بدأ الأمر غريبا بلا شك. في الساعة 3:30 بعد الظهر رن جرس الباب، وحين فتحت آن الباب الأمامي وجدت ضابطي شرطة واقفين خارجا. سألها أحدهم: هل أنت السيدة ويلمز؟ وحين أكدت أنها فعلا السيدة ويلمز سألها الضابطان إن كان يمكنهما أن يدخلا ويتحدثا إليها. أزعنت وهي قلقة ومشوشة قليلا. بعدها أوصلا لها الأخبار. باكرا ذلك الصباح قفز زوجها من إحدى أطول البنايات في مركز المدينة، وكانت السقطة مميتة بلا غرابة. جلست آنا هي وأطفالها في ذهول وإنكار. هذه كانت بداية القصة. أحببت أن أتوقف هنا وأستكمل القصة لأن القصة نسبيا طويلة إلى حد ما، فأحببت أن أتوقف هنا وأستكمل القصة غدا أو بعد غد. وأعتذر إليكم على الكلمات الغير مفهومة، وأتمنى أن تفهموا القصة بوضوح وبسلاسة واستمتاع. وشكرا.